اقرا الخبر البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي. واعلن مجلس اداره نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع مصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. نجح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الاتفاق مع مسؤولي طلائع الجيش على حسم الصفقه في الفتره اللي فاتت لينضم الزناري رسميا للقلعه البيضاء. كمان كان مصطفى الزناري وقع على عقود الانتقال للزمالك في جلسه جمعته بامير مرتضى منصور المشرف العام على الكوره بالقلعه البيضاء، والتعاقد جه مع الزناري بناء على طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك. طبعا بالتوفيق للزناري، ويقدر ان شاء الله يكون قد تيشيرت نادي الزمالك العظيم. نروح بقى لمصطفى الزناري نفسه لاعب نادي الزمالك المنضم حديثا من طلائع الجيش، واللي اكد انه حقق حلمه بالانضمام لاحد اكبر انديه مصر وافريقيا، وتعهد ببذل قصارى جهده من اجل تحقيق البطولات والانجازات في القلعه البيضاء. كتب مصطفى الزناري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: الحمد لله حققت حلمي بانضمامي لنادي الزمالك احد اكبر انديه مصر وافريقيا، وبوعد الجماهير ببذل قصارى الجهد وتحقيق معهم البطولات والانجازات. شكرا مجلس اداره نادي الزمالك. دي اخبارنا عن مصطفى الزناري. نروح بقى لتفاصيل تمرين فريقنا امبارح، والبرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق عمل جلسه مطوله مع اللعيبه قبل بداية التدريبات الجماعية امبارح يوم الأربعاء على ملعب النادي. الجلسة استمرت حوالي ربع ساعة، اتقسمت لجزئين. أولها في مناقشة مع اللعيبة لبعض التعليمات اللي بتخص مباراة الذهاب قدام أليكت سبورت التشادي اللي انتهت طبعا بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد. كمان شهدت الجلسة الحديث مع اللعيبة حوالين التعليمات الفنية عشان ينفذوها خلال التدريبات. إن شاء الله مباراة الإياب هتقام يوم الحد اللي جاي في استاد القاهرة الدولي، وإن شاء الله الفريق طبعا يأكد صعوده لدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا. كمان عقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع محمد عواد حارس فريقنا في حضور كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى وحسني خطاب المترجم. ده طبعا خلال مران الأربعاء امبارح، ونقل فيريرا تعليماته لعواد بضرورة التركيز كونه ضلع أساسي في حساباته الفنية. كمان منحوا بعض التعليمات الفنية وأكد ثقته التامة وثقة الجميع في إمكانياته كونه أفضل الحراس في مصر. طبعا كلنا ثقة في حارسنا الأمين محمد عواد اللي كان من أهم أسباب حصولنا على لقبي الدوري والكاس في الموسم الماضي، وإن شاء الله يكمل على نفس المستوى في الفترة اللي جاية. كمان امبارح انتظم الرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني ومحمد اشرف رؤى وسيد نيمار لاعيبه الفريق في التدريبات الجماعيه على ملعب النادي. ادى الرباعي تدريبات تاهيليه واستشفائيه خلال تمرين يوم الثلاث بسبب الاجهاد بعد العوده من الكاميرون والانتهاء من خوض مباراه أليكت سبورت التشادي. شارك الرباعي في التمرين الجماعي اللي ابتدى بتدريبات بدنيه وتنفيذ بعض الجمل الفنيه تحت اشراف اندري فيليب سوزا مدرب الاحمال. كمان أجرى الجهاز الفني للفريق تقسيمة فنية مصغرة خلال مران الأمس، وشهدت التقسيمة المنحصرة في الجزء الأخير من الملعب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، وخاض لاعبو الفريق قبل التقسيمة الفنية وحدة تدريبية عبارة عن اللعب من لمسة واحدة والتمرير السريع في مساحات ضيقة. طبعا كلنا عارفين أن اللعيبة المتاحين في مباراة الإياب حوالي 14 لاعب بسبب انضمام 4 لاعبين من الفريق للمنتخب الوطني، هم محمود الونش وامام عاشور واحمد فتوح واحمد سيد زيزو، لكن باذن الله كل لاعبتنا قادرين على تقديم مستوى كبير، وان شاء الله ناكد التاهل لدور ال 32 ومواجهه فلامبو بطل بوروندي. ان
شاء الله بإذن الله. ولسه مكملين أخبارنا، ومنح البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق تعليمات خاصة للثنائي عبد الشافي وسيد عبد الله نيمار لاعيبة الفريق الأبيض بعد انتهاء الجزء الأول من التقسيمة الفنية اللي اتعملت امبارح خلال التمرين. كانت التعليمات بخصوص بعض المهام الدفاعية والهجومية المطلوبة منهم في مركزهم، طبعا ده استعدادا للمواجهة اللي جاية قدام أليكت بطل تشاد يوم الأحد إن شاء الله.